مين الغيتت اللي بيتكلم دلوقتي؟ ده عمر. لا اخويا مش غيتت، اخويا شربان. افتح السبيكر. ماشي. ايوه يا عمر. لحقني لحقني يا حسين، لحقني يا حسين. عمر يا حسين، عمر يا حسين، عمر مات، عمر مات. مات ازاي؟ اقفل 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 يا حسين، ايه التهريج الزباله ده؟ بتكمل اللي اختها عملته. استنى استنى. ايه هو انت هتصدق الهبل ده؟ هو انا عايز اعرف انت واختك عايزين مني ايه بالظبط؟ مش كفايه اللي اختك عملته؟ شفت شفت قفلت في وشي الحيوان، قفلت في وشي. انا هكلم لك عمر واثبت لك انها كذبت. الحاجات ما فيش فيها تهريج يا منار. يعني ايه هتصدق الهبل ده؟ يعني عمر مات؟ انا هتصل بيه دلوقتي هوريك انها بتكذب. اتصل بيه اهو، جرس اهو، وربنا لا روح اجيبها من شعرها. الو ايوه يا عمر. الحقي يا منار، الحقي يا منار. عمر اخوك، اخوكي مات. مات؟ مات؟ مات ازاي؟ يعني ايه مات؟ ردي عليا، ردي عليا. اخويا مات ازاي؟ مات ازاي؟ ردي ردي عليا. يعني ايه مات؟ يعني ايه مات؟ انت ساكت ليه؟ ساكت ليه يا حسام؟ قولي انها كذابة. ساكت ليه؟ رد عليا. ما بتتكلمش ليه؟ عمر ما ماتش. بتقولي مات؟ ما مات؟ يعني يعني خبطته عربية؟ ولا حد قتله؟ ده لسه ما وصلنا. مش مصدقة يا حسام، مش مصدقة اللي بيتقال. لا اخويا ما ماتش. قوم نروح، قوم نروح لهم. يلا قوم قوم نشوفها. بتحرك. اخويا مات؟ يعني ايه مات؟ عمر عمر عمر. قوم يا عمر، رد عليا يا حبيبي. عمر احنا في بينا كلام كتير ما تقلش. قوم يا اخي بقى.